يلا ما بزبط، باك جراوند احمر وكمان باك لايت احمر. خلينا نشوف لون ثاني مثلا، ازرق اصفر. لا مش هو، احنا مش فيلم ناري. طب نجرب اللون المكمل للون الاحمر اللي هو الاخضر. اه هيك حلو، هيك بنقدر نبلش الفيديو. يعطيكم العافيه حبايبي، شو اخباركم؟ اليوم بدنا نعمل ريفيو او مراجعه لاضاءات الار جي بي من شركه يلنزي. راح نحكي عن التيوب، البانل، ما بعرف شو بدنا نسميه اللي هون، حتى المكعبات راح نشرح عنهم اليوم. شكرا ليوكام لتقديم هاي المعدات إلي، وشكرا لرعايتهم لكل فيديوهات مراجعة المعدات. خلينا نبلش. بداية قبل ما أبلش الشرح، في ثلاث أشياء مهمة لازم نحكي عنها، اللي هو موجود بأي إضاءة RGB. RGB اللي هي إضاءات ملونة، يعني أي لون بتعطيك. ففي وضعيات لهاي الإضاءات، في وضعية اللي هي FX الإفكتات، أو مرات بيسموها سينز المشاهد. مثلا على هذا الضوء فيه إفكتات أو سينز، زي سيارة أمبلانس الباباراتسي اللي هي لما تضويها علي بيبين زي كأنه في فلاشات الباباراتزي عم بتصورني أو المشاهير. فهاي هي فكرة الـ FX أو Scenes. هلا الوضعية الأخرى اللي بتهمنا كمان CCT أو Colorated Color Temperature جبناها. فكرتها أنه أنت بترمز للضوء عن طريق درجة حرارته. فخلينا أطفي الكي لايت علي بس رئيسي مشان تشوفوا تأثيره. ففكرته أنه هذا ضوء أبيض نقي، لا هو دافي ولا هو بارد. خليني أقويه. أول شيء أقوي البرايتنس تاعه. البرايتنس اللي هي شدة الإضاءة أو اللومينانس، بغض النظر شو بدك تسميها، بيكون إشارة شمس، أيقونة الشمس اللي معروفة على التليفونات على كل شيء، اللي هي قوة الضوء. بالنسبة لحجم والله قوي، يعني مجاوب أنا على أي فتحة عم بصور، إف على فتحة 4 وأيزو 200. فهذا يعني بيكون في اللايت اكثر شيء زي هيك فيلم. بكل الاحوال نرجع لموضوع الكلر تمبريتشر. فهون مثلا خلينا نجرب ندفيه، نخلي الكلر تمبريتشر تاعته 2500، هي بالكلفن 2500 كلفن، فبتلاحظ انه كثير دافي زي هيك. ونزيدها، هذا بوصل لحد 9000 كلفن اللي هي بتكون شوي بارد الاضاءه. فهاي 9000 كلفن. اللي بالنص اللي هو يليه انا ما بدي اياه دافي ولا بدي اياه بارد، اللي هي 5500 كلفن تقريبا هالقد. فهاي بتكون لا دافي ولا بارد. هاي بالنسبة للكلر تمبريتشر، يعني زي هلا الكي لايت اللي علي الكلر تمبريتشر تاعته، درجة الحرارة تاعته 5500 كلفن. هلا الوضعية الأخيرة اللي بتهمنا وضعية HSL. HSL المقصود فيها هيو ساتوريشن لومينانس، الهيو اللي هو درجة اللون، وهاي راح تلاقوها على التيوبات موجودة. بتلاقي انه في صفر، هاي يعتبرها عجلة ألوان، بتمشي على عجلة الألوان لحد ما توصل ل 120 اللي هي تقريبا بين الأخضر والأزرق، 240 اللي هو الأزرق الغامق، بعدين توصل ل 360 اللي هي الأحمر، وبتكمل الدائرة بتصير صفر وبتعيد الدائرة زي الساعة. فهي المقصود فيها الهيو. خلينا نشوف على يلنزي LT 03 مثلا، نطفي الكي لايت كمان مرة. مثلا احنا على وضعية ال HSL بس الهيو 32 اللي هو تقريبا برتقالي، بقدر أغيره لحد ما يصير مثلا صفر اللي هو اللون الأحمر زي هيك، بعدين نرفع للستين، اظن الستين اللي هي ببلش على الاخضر او على الاصفر سوري، بنزيد اكثر للمية بوصل للاخضر، بعدين بكمل للازرق او السيان، بعدين للازرق الغامق، بعدين زهري، بعدين احمر، بعدين برجع بعيد عجلة الالوان. هاي بالنسبة للهيوس. الساتوريشن اللي هو درجة اشباع هذا اللون، يعني هذا ازرق مشبع، بعرف شو باللغة العربية الفصحى شو اختصاره، بس احنا ممكن نخفف اشباعه مش قوته، لساته 100% القوه تاعته، بس انا بقدر اقلل اشباعه انه بيصير تقريبا ميت، يعني ما بصير ازرق كثير قوي، بصير اقرب للابيض. وبالنسبه للال اللي هي اللومينانس اللي هو درجه الاضاءه نفسها القوه تاعته، فانا ممكن اقلل قوته، هذا انه بخفت اكثر واكثر، اللون ما بتاثر بس السطوع تاعه هو اللي بتاثر، بتلاحظ انه بخفت لحد ما يطفي على الاخر اللي هي 0%، وانت بس تزيده برجع ل 100%. بس هاي بتفرق كثير عن الساتوريشن، اشباع الالوان. تمام حبايبي، فهي ثلاث وضعيات انت اللي بتهمك باي اضاءه RGB، يعني كل الاضاءات فيها هاي ثلاث وضعيات، الاف اكس او الافكتات، السي سي تي او الكلر تمبريتشر كورليتد كلر تمبريتشر، واخر شيء الاتش اس ال هيو ساتوريشن لومينانس او الالوان، وضعيه الالوان بشكل عام. بالنسبه لكراتينهم كلهم بيجي معهم سلاك شاحن، كلهم تايب سي بيشحنوا، لكن شيء واحد اللي بيفرق عنهم كلهم اللي هو اليلنزي LT02. بيجي معاه قطعتين مهمات راح احكي عنهم لبعدين اكثر، لكن منهم الديفيوزر، هو الوحيد اللي بيجي معاه ديفيوزر مشان يشتت الاضاءه، وهو الوحيد بين كل اضاءات البانل او الار جي بي اللي شفتهم بحياتي بيجي معاه جريد. يا جماعه الخير هيو جاي معاه جريد. ال تي اخوه الكبير ال تي 03 ما بيجي معاه شيء، بيجي لحاله هيك بانل، فهو الوحيد اللي بيجي معاه جريد وديفيوزر. كلهم بيجي معهم سلاك الشحن من USB لتايب سي،
الا في ضوء المربع راح نحكي عنه اللي هو الدبليو 49 LED. هذا بيجي بطاريات، بطارياته مش معاه، فانت بدك تشتري له بطاريات، ما بيجي معاه كيبل، فهذا هو الوحيد اللي بيفرق عنهم. كمان واليلنزي LT02 زي ما حكينا بيجي معاه جريد وديفيوزر. بدون طول الشرح نحكي عنهم نفسهم، كيف بدك تشغلهم، كيف بدك تستعملهم بكبساتهم. خلينا نبلش بابسط واحد اللي هو الدبليو 49 LED. هو بيجي بده بطاريات، فانا بستخدم بطاريات الايكيا لادا بركبها عليه، وما فيه اشي هذا الضوء ولا RGB، هو فقط ابيض. بتلف هذا العجل وبشتغل وبضوي معك، وبتلف العجل عبين ما يصير باعلى باور اله. فهو بسيط جدا، وظيفته بس انه يعطيك ضوء ابيض تقدر انت تستخدم فوق الكاميرا عن طريق هذا الهوت شو اللي هون، وبتقدر تركب عليه اشياء ثانية. هوت شو موجود على فوق والجوانب تعونه، يعني اركب عليه ضوء ثاني مثلا، او احط مايكروفون، او ضوء ثاني وثالث ورابع، بدي اجيب اكثر من واحد. فهذا وظيفته بسيطة جدا جدا، W49 LED، بس شغلته يعطيك اضاءة وسعره رخيص بالنسبة لوظيفته. بلف العجل للاخر عبين ما اسمع صوت الطق البسيطة مشان اتأكد انه طفى على الاخر، وهيك خلصنا منه. بالنسبة للقاعدة اللي هي الهوت شو، فيها كمان برغي ربع انش اذا بدك تركبه على ترايبود او ماجيك ارم، وفي كمان هون قفل الدائرة هذا المعروف مشان لما تحط هوت شو على الكاميرا او على الكيج تاع التليفون يثبت بمكانه. هذا ابسط واحد فيهم اللي هو بس بيعطيك ضوء ابيض. نروح للي بعده اللي هو عبارة عن ضوء كثير صغير، تمام، اللي هو الـ VL40 من يلنزي. الـ VL40 زي ما تشايفين هو ضوء جدا بسيط مغناطيس من هنا، عليه 5 كبسات بسيطة، كبسة الباور بالنص بتضل كابسها. هذا الضوء مش RGB، لكن كلمة CT اللي هي Color Temperature تقدر انت تخليه دافي او بارد. خليني اطفي الكي لايت عندي بس ثواني نشوف تأثيره. بقدر اكبس عليه انا اغير الـ Color Temperature تاعته من دافي لبارد، فهنا تقريبا 6500 كلفن. كمان كبستين هون بصير 5500، وبنزل لحد 2700 كلفن، وكثير صغير. الكبسات اللي على اليسار واضح شو هم اللي هي الباور تاعته، فبالنسبة للكي لايت اللي عندي يعني والله وضعه جدا ممتاز. يعني هون انا بقلل الباور تاعته اظن لحد 5 درجة، يعني هي كبسة صار الخمس، كمان واحدة بصير اقوى، كمان واحدة اقوى، كمان واحدة اقوى، بس 5 درجات. ما في اي اشي ثاني فيه مغناطيس غير الاكسسوارات اللي بتيجي معاه. طبعا كل الاضاءات اليولنزي كلهم مدخلهم تايب سي، فهذا جدا مريح، يعني كل واحدة بيجي معها كابل. هل هذا الضوء كثير صغير لانه بيساهم بشغل واحدة للي بيستخدموا مثلا دي جي اي اوزمو موبايل، بركبوا تليفوناتهم على الاوزمو موبايل على السبلايزر وبدهم ضوء يدعم التليفون بس ما يخرب الوزن بنفس الوقت، فهي الشغلة الرئيسية من هذا الضوء. هلا نبلش بالاصعب اللي هم الار جي بي كولرز. نبلش اول شيء بالكيوب. هلا بدي تنتبهوا لشغله، تقريبا اليوزر انترفيس يعني تطلعوا كله نفس الاشي على المكعب ال 49 او حتى التيوب اللي بيجي من النسخه اللي هو اي لايت، هاي ما له رقم، كلهم نفس اليوزر انترفيس. حتى الكبير ال VL110 كمان نفس اليوزر انترفيس اللي هو زائد وناقص مشان تتحكم بالقوه، بعدين اسهم فوق وتحت او يمين وشمال، وكبسه الباور بس. هاي خلينا أضويهم مع بعض، بتظل كابس على كبسة الباور على التيوبات بيضووا مع بعض. وبالنسبة للمكعب أو الـ VL49 كبسة الباور تيجي لحالها هيك كبسة بدك تسحبها لليمين وبضوي. هلا بالنسبة للمكعب احنا نكبس الكبسة الفاضي اللي ما عليها إشارة اللي هون مشان نحول بين يمين واليسار اللي هي الباور أو الهيو، و 50% القوة اللايت أو اللومينانس بغض النظر شو بدك تسميها. طيب إذا بدي أنقل على وضعية ثانية اللي هي الكالر تيمبريتشر، بدل ما يعطيني RGB بدي يعطيني بس لون أبيض دافي أو بارد، بظل كابس عليه وبحول عندي على السينز الإفكتات، في 20 إفكت بتقدر تقلب بينهم، وبظل كابس عليه كمان مرة برجعني على الكلفن، هيا 5500 كلفن أو 5600. بكبس كمان مرة مشان أقلل ال 5600 لأرفعها سوري 8000 أتوقع، حلو بيوصل له 9000 كلفن اللي هو كثير بارد. مشان نشوف تأثيره خلينا أطفي التيوبات، طفيتهم بدل كابس الباور، وأطفي الكيلات عندي بالاستوديو. يس هي، فهذا كثير بارد 9000 كلفن، وبكبس على العكس السهم مشان أقلل من درجة حرارته، فهيك وصل 7000، هي 6000، هي 5500، هيك الأبيض الطبيعي. بعدين ببلش يدفى أكثر لحد 2500 كلفن، وهذا 50% باور. إذا بكبس على الكبسة الفاضية كمان مرة هاي 50% وبزيدها، هاي بزيده لحد ما يوصل ل 100%. فهي هي بالنسبة للمكعب. هلا بالنسبة للتيوبات زي ما حكيت لكم نفس اليوزر انترفيس، بضل كابس على كبسة الباور. هون الكبسة تاعت حرف الام بتغير بين الباور والإفكت. إذا أنا بدي أغير المود اللي موجود عليه بدل الإفكتات بدي أحول على الكلر تمبريتشر، بكبس كبسة الباور بحول على السي سي تي أو الكلر تمبريتشر، تمام. بقدر أتحكم بالكلفن من 2500 ل 9000، وبالباور كمان من 20% أو 0% ل 100%. بكبس كمان مرة الباور
بيعطيني الهيو والساتوريشن والبرايتنس تاعها. لاحظوا هنا في شريط ملون اللي هو بفرجيك الهيو درجته من 0 ل 360. فمثلا اللون الاخضر هنا بفرجينا على هذا الشريط انه نخلي الرقم 120 اللي هو الاتش 120، فبكبس على الاتش وبظل ارفع فيه لحد ما يوصل ل 120، هيك بحصل على اللون الاخضر. هاي هي فكرة الشريط الملون اللي هون، ونفس الاشي الشريط موجود على التيوب الكبير او الفي ال 110. فهي فكرة التيوبات بكل بساطة، يعني ماشيين على نفس الشغلة، بس التيوب الكبير بيجي معاه كبسة قفل هون لوك اذا شايفينها. هاي فكرتها اذا بدي احط تيوب ثاني معاه بسكر عليه وبالاثنين بيشبكوا مع بعض. اذا بدك تشبك اثنين في ال 110 فهي الطريقة ممتازة مشان توصلهم في بعض. يعني عاد عن هيك تايب سي الشاشة الصغيرة نفس الافكتات 20 افكت، الباور والمود فوق تحت زيادة وناقص الى اخره. هلا بالنسبة للبانلز نفس الاشي، اليوزر انترفيس تاعهم نسخة طبق الاصل، هي ال LT03 وهي ال LT02. فانا خليني احكي عن الصفرين ثلاث لانه اكبر راح يكون واضح للشاشة عندكم. كبسة الباور بتكون على الجنب، بكبسها بضوي معاي. ونفس الاشي عندي سينز او الافكتات، بكبس هاي اشارة الدائرة او السهم اللي بلف، بغير عندي على الكلر تمبريتشر، كمان مرة بكبسها بغير عندي على الار جي بي. هلا ال LT02 او النسخة الصغيرة بفرق عن الكبير بالاكسسوارات اللي بتيجي معاه، اللي هم الديفيوزر. هاي اوكي هاي بتيجي مع معظم البانلز مشان تناعم الاضاءة بدل ما يطلع نقاط. فهي انا بدي اضويه بس تشوفوا شو الفرق رح يصير. خليني اطفي الكي لايت عندي، بحط الديفيوزر مشان بدل ما يبين نقاط هذا بنعمه اكثر، بس عليه بالكامل هي هيك بقدر استخدمه. تمام. هلا الشغله الثانيه اللي بتهمني اكثر من الديفيوزر اللي هو الجريد بانل. يا اخوان اتوقع هاي اول بانل بشوفها من اي شركه بالعالم معها جريد، فبقدر اركب الجريد مشان اخلي الضوء ما ينتشر كثير ومحدد اكثر بدل ما يضوي 180 درجه. اتوقع مع الجريد شوف بفصل، يعني هون ببطل يوصل للكاميرا، هيك بصير محدد. يعني تطلعوا مع الجريد زاوية انتشاره قديه، بس افك الجريد زاوية انتشاره بتصير اوسع 180 درجة تقريبا، شايفين من هون لهون. فالجريد بيساعد انه يخلي الاضاءة محددة اكثر. هاي جدا ممتازة، ما عمري شفتها مع اي بانل اضاءة من قبل صراحة، خصوصا بهذا الحجم الصغير. هاي كثير ممتازة وفارقة، علامة فارقة. هلا بالنسبة لكل الاضاءات اللي شفتوهم بالفيديو كلهم فيهم مدخل البرغي الربع انش مشان تركبه على ستاند، على الكاميرا، على الماجيك ارم، كلهم نفس الاشي. حتى اليولنزي المربع او المكعب كمان نفس الاشي، مدخل فيه ربع انش البرغي. حتى الفي ال 110 فيه المدخل البرغي من تحت بمسكه. والصغير هذا طبعا فيه مغناطيس، هذا فيه مغناطيس والتيوب فيه مغناطيس، بس البقية ما فيهم. وين الصغير؟ صحيح الصغير كمان فيه مغناطيس كثير حلو لحاله. ايوه هذا كتكوت يزل في ال 40 قالوا مسميينه، فيش هذا في ال 1 هذا، فكمان مغناطيس. بس البانلز ما فيهم مغناطيس، بس مدخل برغي. والمربعات الاثنين فيهم الهوت شو ماونت مشان يركبوا على الكاميرا من فوق. هاي كمان هذا انت بتقدر تستخدمه. اتوقع هيك صار عندك فكره واضحه كيف تستخدمهم، كيف تبدل بين الوضعيات ال HSL الكلر تمبريتشر او السي سي تي او السينز الافكتات. كلهم اضاءات ال RGB بيجي فيهم 20 سين او 20 افكت على الاقل. طيب يا ليو ايش انت بتنصح فيهم كلهم؟ انا عن تجربة صراحة الفي ال 40 هذا عجبني كمساند. ممكن صراحة البانل ال تي 02 مع جريد، يعني الفكرة جدا ممتازة. شفتوا انتوا كيف خلى الاضاءة محددة اكثر؟ وهي بتفرق معي صراحة ايام بالتصوير. فبالنسبة لحجمه ال اي دي خفيف ار جي بي، هذا كمان بنصح فيه اكثر من ال تي 02. يعني انا فكرة الجريد كثير بتهمني صراحة. للتأكيد هذا الفيديو بالكامل الصوت تصور فيه على مايك اليولنزي اليو مايك، رهيب. يعني انا غلبني كثير المايكات اللي كانت قبل، انا عم بستخدم بس ترانزميتر واحد يعني او جهاز مرسل واحد، ممكن انت تستخدم الثاني المقابلات. راح نعمل عنه مراجعه كامله لبعدين، راح اخليه اخر شيء. يعني بدي اجرب اعمل فيديوهات الريفيو لليولنزي كلهم على المايك، بعدين اخليه لاخر شيء. اذا عندكم اي اسئله او استفسارات حبايبي بتقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك والانستغرام. انا مش ناسي فكره انه كل واحد فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه، بس انا حاب اذكركم باهلنا بغزه، بس لا تنسوهم. يعطيكم العافيه.